ومعنا مشاهدينا من وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بيتر شاي مدير مكتب العراق في وزارة الخارجية الأمريكية. سيد شاي، مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم. وبداية هنا، السفارة الأمريكية في بغداد بينت أن تأجيل الانتخابات سيكون سابقة خطيرة ويضر أيضا بالتطور الديمقراطي في العراق. ما هي مساعيكم هنا لضمان إجرائها في موعدها؟ شكرا جزيلا، أنا سعيد بوجودي معكم. نعم، بالطبع الموقف الأمريكي هو أن العراق قام ببناء تقاليد ديمقراطية في العقد ونصف الماضيين. الانتخابات في حينها ستستأنف هذه التقاليد. بالطبع هذا ما يقوله الدستور العراقي ونحن ندعم هذا القرار. طيب، بيان للسفارة الأمريكية اليوم أوضح سيد شاي أن الولايات المتحدة ستقوم بتقديم مساعدات، هذه المساعدات هنا ستسهم في ضمان احتساب أصوات العراقيين النازحين الذين يبلغ عددهم 2.6. هل سيتم ذلك هنا عبر إعادة النازحين إلى مناطقهم أم بتوفير اللازم في مخيمات النزوح؟ هذا سؤال مهم جدا، هناك عنصران فيه. أولا، الحكومة الأمريكية وفرت الكثير من المساعدات، 265 مليون دولار في مساعدات الاستقرار، وهذا سمح ل 3.2 من النازحين العودة إلى بيوتهم. هناك حوالي 6 ملايين لم يعودوا إلى بيوتهم. نحن نشجع حكومة العراق والشركاء الدوليين لدعم هذه العودة التطوعية. في نفس الوقت، وزارة الخارجية ووكالة التنمية تقدم مساعدات متواضعة لمساعدة حكومة العراق على تنفيذ برامجها الخاصة بالانتخابات في شهر مايو. طيب، البيان أيضا أضاف أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستسهم هنا في تدريب مجموعات المجتمع المدني المحلية كي تتم مراقبة الانتخابات، وأيضا تزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هنا في العراق بستة مستشارين دوليين متخصصين في الانتخابات لأيضا ضمان إجراء انتخابات نزيهة. هل الإطار الزمني هنا المتبقي كاف لإجراء كل هذه الإجراءات سيد شاي؟ نعم، هذا النوع من المساعدات ينسجم مع ما قدمته أمريكا في الماضي للعراق ولدول أخرى في العالم. إذن هذا عنصر واحد يساعد حكومة العراق ويساعد مسؤولي الانتخابات العراقيين على القيام بانتخابات حرة ونزيهة. الولايات المتحدة تريد أن تكون هذه الانتخابات نزيهة، ولكن وجود مراقبين محليين ودوليين وجدوا أن الانتخابات الماضية كانت حرة ونزيهة. طيب، أحد ممثلي القوى السنية كان ضيفا لدينا قبل قليل، قال انتقد بيانكم هذا أو بيان السفارة الأمريكية، وقال إن المقومات هنا ليست متوفرة بشكل كامل لإجراء الانتخابات. ما تعليقكم به؟ نحن لا نتفق مع هذا. رئيس الوزراء العبادي حدد 12 مايو كيوم الانتخابات، ونحن نثق بحكمه عند تقريره لهذا التاريخ. نعتقد أن من المهم تنفيذ السوابق الدستورية وحدوث الانتخابات في حينها. بعد اللقاءات ومحوري الأخير هنا عن المفاوضات بين الأقليم كردستان وبغداد، وبعد اللقاءات التي أجراها هنا مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكورك مع القيادات في بغداد وأربيل، ما هي هنا نتائج المفاوضات حتى الآن خاصة بعد الوساطات التي قام بها الجانب الأمريكي؟ أنا أعتذر لك، أنا هنا في واشنطن ولم أقرأ عن اللقاءات التي تمت في بغداد وأربيل في اليومين الماضيين. بعض الاجتماعات لا تزال جارية حتى الآن. نعم، شكرا جزيلا لك. كنت معنا من وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن السيد بيتر شاي مدير مكتب العراق في وزارة الخارجية الأمريكية. شكرا جزيلا لك.